السلام عليكم. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. ممكن سؤال؟ انك باحث وعندك معلومات وانت باحث في لا يا حبيبي، أنا ما عنديش معلومات النهاردة إلا في الموضوع ده، معلوماتي كلها سكرت عليها إلا نعم. الموضوع ده. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الغيب المطلق، فلما الوحي؟ ليه الوحي؟ تفضل جاوب. ما انت قبل شوية تحكي على زواج المتعة يا وتحكي على عم سيبك خلاص التطبيق من المتعة، أنا كنت والتلطف برد على واحد، وكذا، كنت برد وابدأ على واحد اشوف شتمني. زواج المسيار حضرتك وزواج كنت برد على الطيار واحد شتمني. وزواج يا عم هاي بص الزيجات اللي بص يا موجودة ابني ما يا عندكم ابني، بالعشر ولا عندنا زيجات، مطيار ولا عندنا مصياف ولا فأنت عندنا يعني حاجة تضحكوا بيها على مستعد؟ عقول الشيعة. اه المسيار ده وهي شروط الزواج المتعة. خلاص بقى، يعني انت سايب، يعني انت سايب اختك، يعني انت سايب اختك واحد يلتقي بيها في الشارع ويقول لها اتجوزيني متعة، تقول له يلا بينا وياخدها في الشقة ساعة. انت جايب الزواج ده زي الزواج المسيار اللي بعقد شرعي وشهود ومهر وإشهار؟ مش معقولة يعني، مش معقولة واحد يبقى ماشي في الشارع يروح جاي معاكس واحدة، يروح قايل لها يلا بينا ياخدها في أوتيل ساعة، زي واحد راح يتجوز واحدة من بيت أهلها وبإشهار وبمهر وبشهود وبكل الشروط وزواج دائم كمان. مش معقولة ده زي ده؟ اختلفت بقى المسميات، مش مشكلة المسميات، القصة مش قصة مسمى، القصة قصة اللي هي الشروط الشرعية في الزواج. اللهم بلغت. سبحان الله، في ناس تحس كده وهي بتتكلم فمها، الفم بتاعها بينزل حقد. أي أيوة والله بينزل حقد كده. المسيار يا اخوانا من معنى يسير، المسيار معناها يسير على المرأة. يعني مثلا واحد متجوز في اسكندرية شبه حالاتي كده، راح القاهرة شبه حالاتي كده، أخذ زوجة هناك في القاهرة مش زي حالاتي كده، تمام؟ قال ما نباتش في البيت، فهو بيروح مثلا القاهرة عنده أشغال هناك وهو جالس في اسكندرية، فراح اتجوز واحدة هناك من القاهرة فبيسير عليها. دي نقطة. النقطة التانية إن كمان في المسيار بيبقى أسهل شوية من مسألة إيه؟ من مسألة الزواج اللي هو العادي. إزاي؟ إن هو ممكن أساسا المرأة تسقط عنه حق النفقة والسكنة. بمعنى إيه؟ بمعنى لو هي عندها بيت، عندها بيت، فهو ممكن حضرته يتجوز في البيت ده، وممكن تكون غنية مثلا تقول له لا أنا مش عايزك تصرف معايا، ظل راجل ولا ظل حيطة، يعني تقعد معايا. مش معنى تقعد معايا ساعة وتمشي، لا الكلام ده مش مظبوط، يعني معناها المدة اللي أنت بتبقى قاعدها في السفر تقعدها عندي بزواج دائم، ولو الطفل جه بيتكتب باسمه، ولو هي ماتت بيرثها، ولو هو مات بتارثه، والكلام القصة الطويلة دي. فالله المستعان.